السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم في الفيديو بتاع النهاردة طريقة رسم الكعبة المشرفة. هنعمل خط مستقيم اهو، ومن على الشمال خط مائل، ومن على اليمين خط مائل بنفس الزاوية اهو، وبنعمل خط، بنعمل زي مكعب، شكل مكعب اهو، وبنعمل خط من تحت مائل من فوق لتحت اهوت. هنعمل تحديد للنقط للشريط الذهبي اللي على الكعبة اهوت برضك، وبنراعي ان هو بيكون عريض من قدام ومن ورا، السمك رفيع. هنعمل خطين بقى بين الخطين دول اهمت، خطوط بالمسطرة اهيت زي ما انتوا شايفين، خطوط بالمسطرة اهو. بنعمل تحديد مستطيلات او تحت مستطيلات من صغير لكبير، او زي ما انتم شايفين مستطيلات من صغير لكبير او زي ما انتم شايفين بقلم اسود. هنعمل الستارة، بنرسم ستارة الكعبة اهوت اهوت، بنعملها وبنخطط خطوط من تحت الستارة لحجارة الكعبة من تحت. عملنا التحديد بالقلم الأسود للرسمة كلها اهوت. هنيجي بالتلوين بقى، لون اسود اهوت، فرشة رفيعة اهيت حدد بيها، وبنلون باللون الاسود. لايكات واشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد، فضلا وليس امرا، ده اللي بيشجعنا على الاستمرار. عايزين الفيديو ده يوصل ل100,000 لايك، واكتبولي في التعليقات ايه رأيكم. اهو بنعمل اللون الاسود من فوق رسمة الكعبة زي مكعب اهوت، رسمة سهلة وبسيطة، اي حد ممكن هو يرسم. هنعمل الخطوط اللي عملناها بالمسطرة اهو، بنعملها فرشة رفيعة الخطين اهو اللي على اليمين والخطين اللي على الشمال. لما انتوا شايفين باللون الاسود وفرشة رفيعة، هنيجي نملأ الفراغات بين المستطيلات اهي من تحت باللون الاسود. هنملى الفراغات كلها مجرد ملء فراغات باللون الاسود، او بنحدد كل الأماكن اللي هتتلون باللون الأسود أهو، بنحددها لايكات
واشتراك وتفعيل زر الجرس، واكتبولي في التعليقات ايه رأيكم. اهو برضك بنعمل بنحدد على المستطيلات الشمال دي والمربعات الصغيرة اللي جنبها، نعمل تحديد ليها اهوت عشان تبان، وبنملأ الفراغات باللون الأسود. نعمل الفراغات كلها فرشة رفيعة، فرشة قلم هيبان شكل الكعبة المشرفة. اهو نعمل الفراغات كلها هنيجي نحدد الخطوط اهي، هنحدد ستارة الكعبة كلها اهيت عشان تبان، ونيجي من تحت اهوت نعمل خط على اليمين وخط على الشمال يبان الشكل المكعب للكعبة الشريفة. بعد كده هنيجي باللون الأسود هنلون من تحت، هنملى الفراغات دي كلها عشان تبان ستارة الكعبة. اهو بنلونها كلها بنملى الفراغات. زي ما انتوا شايفين ملانا الفراغات كلها باللون الأسود. هنيجي بعد كده بلون أبيض على أسود، هنعمل باللون الأبيض أهو ستارة الكعبة وهي متعلقة اهيت، نعمل الإحبال بتاع الستارة اهيت. بلون أبيض وبلون أبيض على نقطة سمراء يدينا لون رمادي، هنعمل الظلال بتاعة الستارة، الظلال بتاعة ستارة الكعبة. هنعمل فرشة رفيعة بقى وخطوط الحجارة بتاع الكعبة، فرشة رفيعة نعمل خطوط باللون الأبيض. اهو نعمل حجارة الكعبة باللون الأبيض من تحت، بعد ما عملنا الحجارة الكعبة من تحت اهي وبان شكل الكعبة، هنيجي هنعمل
هنلون الشريط اللي هو لونه ذهبي اهو، بنعمل الفراغات دي كلها اهو باللون الذهبي. فرشة الفيام هنا اهيت بلون ذهبي اهو، هنملى الفراغات دي كلها، هنملى فراغات الشريط اهوت باللون الذهبي. نعمل الشريط باللون الذهبي والمستطيلات اهي باللون الذهبي. بان شكل الكعبة الشريفة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.